توج اتحاد طنجة بطلا للدوري المغربي لأول مرة في تاريخه بعد تغلبه على المغرب التطواني بهدفين لواحد في ديربي الشمال، وذلك ضمن الجولة ما قبل الأخيرة، مستفيدا من تعادل الوداد مع أولمبيك أسفي بهدف لمثله. وضعوا أيديهم على قلوبهم صغارا وكبارا. اتحاد طنجة في حوار ديربي الشمال استقبل المغرب التطوانية، والسند في هذا الحوار موج أزرق. إدريس المرابطي يعلم أن مهمته لن تكون سهلة أمام الجيران. التهديد الأول كان من بعيد بالألوان الزرقاء لكن دون طائل. اتحاد طنجة واصل ضغطه من خلال تسديدة لأحمد شنشوف والحارس محمد اليوسفي في المكان المناسب، ولأن عدم استغلال الفرص كما يجب يجعلك تقع في المحظور، العملاق مرتضى فال يقفز فوق الجميع ليمنح المغرب التطواني ضربة البداية برأسية دقيقة. هنا الأمور بدأت تتعقد بالنسبة للطنجاويين، لأن اللقب أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى، ليعقب ذلك عدد من المحاولات الخجولة التي لم تسفر عن أي شيء لفارس البغاز، قبل أن يتوجه مدربه إدريس المرابط لغرف تغيير الملابس ليلملم أوراقه تجهيزا للشوط الثاني. في هذا التوقيت انتقلت عدسة كاميراتنا إلى مدينة آسفي للوقوف على نتيجة المطارد المباشر لاتحاد طنجة الوداد البيضاوي الذي أنهى شوطه بنتيجة الأصفار بعد أن ضيع له وليد الكارتي وإسماعيل الحداد هدفا واضحا. بالعودة إلى مدينة طنجة دخل الاتحاد بعد أن لملم أوراقه جيدا، الشيء الذي ظهر جليا عندما استطاع أحمد شنشوف إهداء الطنجاويين هدف التعادل بعد 3 دقائق عن صافرة الشوط الثاني. هنا عاد الأزرق للاقتراب أكثر من اللقب المنشود، خصوصا عندما تمكن من إضافة الهدف الثاني الذي سجله حمزة الموسوي بالخطأ في مرمى فريقه المغرب التطواني. ولأن الأخبار السارة يمكن أن تأتي مجتمعة، أولمبيك آسفي يسجل هدفا في مرمى الوداد عن طريق توني إيجوماريغوي. في هذه الأثناء النتيجة المسجلة في آسفي تمنح اللقب لاتحاد طنجة الذي واصل سياسة خنق هجمات المغرب التطواني في وسط الميدان. بعدها عدنا إلى مدينة آسفي حيث استطاع الوداد تعديل النتيجة عبر إسماعيل الحداد الذي لم يستطع تذويب فارق 4 نقاط. عدنا بعدها إلى مدينة طنجة فوجدنا الاحتفالات باللقب الأول في تاريخ نادي المدينة الشمالية تحت عنوان فارس البغاز يدخل تاريخ الدوري المغربي من بابه الواسع.